احسب طول موجة دي برولي لجسيم طاقته الحركية 2 مليون إلكترون فولت. إذا الطاقة الحركية له 2 مليون إلكترون فولت وكتلته 1.6 × 10^-19، علما بأن ثابت بلانك يساوي 6.6 × 10^-34 جول في الثانية. الآن طول موجة دي برولي تساوي ها على كاف في عين. الآن الطاقة الحركية كما نعلم تساوي نصف في كاف في عين تربيع، لأننا نريد لمدة يجب علينا إيجاد السرعة، ولإيجاد السرعة نستخدم قانون الطاقة الحركية. ومن هذه المعادلة فإن عين تساوي تحت الجذر 2 في الطاقة الحركية على الكتلة. نعوض الآن 2 ضرب الطاقة الحركية عبارة عن 2 مليون، يعني 2 × 10^-6 إلكترون فولت. لكي نحوله إلى جول يجب علينا أن نضربه في 1.6 × 10^-19 على كتلة هذا الجسيم أو الإلكترون، 1.6 × 10^-19. هذه تتم، هذه تبقى لدينا 4 × 10^-6 جذرها 2 × 10^-3 متر لكل ثانية. بتعويض الآن السرعة في قانون موجة دي برولي فإن لمدة تساوي 6.6 × 10^-34 في 2 × 10^-2 هذه الكتلة وهذه السرعة، إذا تساوي 0.51 × 10^-18 متر. نلاحظ أن هذا الطول الموجي أصغر من نصف قطر النواة بكثير، ولذلك يعتبر هذا الجسيم كبير نسبيا، وطوله الموجي لا يمكن ملاحظته لا بالعين ولا بأجهزة القياس المخبرية.